هذا السائل إبراهيم عبد الله مقيم بالرياض يقول: أولا لدي مجموعة من الأسئلة أرجو أن تقوم بعرضها على فضيلة الشيخ صالح. سؤالي الأول عن رفع اليدين، مواضع رفع اليدين عند التكبيرات مأجورين، متى ترفع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن رفع اليدين عند التكبير في الصلاة سنة مؤكدة، وذلك في أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث إذا قام من الركوع، والموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول، وهذا الأخير فيه خلاف. أما المواضع الثلاثة الأولى فإن رفع اليدين فيها متأكد في ثبوت الأحاديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر وغيره. نعم.